بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي ضياء علام، فنان وخطاط، شارك هي مجموعة من الفنانين اللوحة الجدارية بمناسبة كرنفال خرفكان. إن شاء الله تعجبكم كأول لوحة جدارية في خرفكان. اسمي ملك إبراهيم، مهندسة ديكور وفنانة تشكيلية. شاركت بأول جدارية بمدينة خرفكان، طولها 50 متر. موضوع اللوحة عن إبراز ثقافة الإمارات وهوية الإمارات بس بطريقة الإمارات. اسمي محمد الجنيبي، أنا من أبو ظبي. هذه أول مرة يدعوني فيها قصر الشارجة للثقافة عشان أشارك مجموعة من الرسامين في هذه اللوحة، وصراحة أول مرة أجرب فيها الرسم الجرافيتي، مع أني رسام وأستعمل الرسم الرقمي وستايل مختلف تماماً، بس هاي تجربة حلوة يعني وأول مرة. والإيفنت صراحة يعني الكرنفال خرفكان، صراحة موقع الكرنفال وايد زين، وخرفكان يعني منطقة مناسبة، والجو حالياً بعد مناسب. هاي صراحة بعد أول مرة دي أنا أي احتفال، كان فيه السنة الماضية وهاي ثاني مرة. إن شاء الله احتفال يكون بشر الخير. أنا الفنانة فاطمة الحمادي، فنانة تشكيلية وخطاطة في نفس الوقت. أتاحت لي الفرصة أني أشارك في مهرجان كرنفال خرفكان المسرحي، أشارك بالجدارية الجرافيتي مع مجموعة من الشباب الفنانين من الإمارات ومن الوطن العربي، وأنا جدا سعيدة بالمشاركة هذه وأتمنى أنها تحوز على إعجابكم. اسمي رامي، خريج فنون جميلة، جرافيتي ارتست، مشارك في فعالية كرنفال خرفكان مع مجموعة من الفنانين. اليوم الثاني واجهتنا شوية مشاكل بسبب العوامل الجوية واللوحة وقعت مننا وكده، بس الحمد لله يعني عرفنا نعالج الموقف، وإن شاء الله يعجبكم الشغل اللي احنا عاملينه. مرحبا، معكم الفنانة التشكيلية وصال علي. دعيت للمشاركة في كرنفال خرفكان مسرحي بجدارية بأسلوب الجرافيتي. أتمنى الرسومات تعجبكم وبالتوفيق للجميع.